مرحبا بكم. واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم كريستيانو رونالدو، والذي يقارن باستمرار مع ليونيل ميسي وباعتبارهما أهم لاعبين في العالم من هذا الجيل، ودائما تكون أفعالهم محور حديث الجميع، وكل من مشجعي الطرفين يحاولون إثبات أن أحدهم أفضل من الثاني. وفي هذا الفيديو لن نقارن بين اللاعبين، ولكننا سنعرض مواقف توضح شخصية كريستيانو وكم هو لاعب حقا. ولكن قبل أن نبدأ، ادعمونا بإعجاب لاستمرار تلك النوعية من الفيديوهات. بما أنه من أفضل لاعب العالم، فهو يتمتع بمهارة من الصعب أن تجدها في أي لاعب آخر، حتى بعيدا عن كرة القدم فهو إنسان غير عادي. فمنذ نعومة أظافره وكل شيء يشير إلى أنه ليس طفل عادي، ليس مثل باقي الأطفال، فقد كان تركيزه الكبير على لعب كرة القدم والوصول إلى الاحتراف في هذه اللعبة. ويقول صديقه أنه في الطفولة بينما كنا نلعب كرة القدم في الشارع، كان كريستيانو يأخذ الموضوع بجدية ويركز على المكسب فقط، وحتى أنه من شدة انشغاله بكرة القدم لم يعير أي اهتمام لدراسته. كما أنه تم تشخيص رونالدو بتسارع دقات القلب في عمر 15 عام، وخضع على إثرها إلى عملية جراحية لعلاج حالته. وبعد إجراء العملية بأيام قليلة بدأ التمرن مرة أخرى، وهو ما فاجأ الأطباء كثيرا. دعي رونالدو إلى ساحة تدريب نادي أرسنال الإنجليزية لندن كوني لتلبية دعوة المدرب الفرنسي أرسين فينغر، والذي كان يرغب في التعاقد معه. وبالفعل تمت مناقشة نقله في الأشهر اللاحقة، غير أنه جاء اهتمام مدرب نادي مانشستر يونايتد السير أليكس فيريكسون في صيف عام 2003، عندما هزم نادي سبورتينغ نادي ألمان يونايتد 3-1 في مباراة افتتاح ملعبه جوزي ألفرادي في لشبونة. لفت الأداء المتميز لكريستيانو رونالدو إعجاب لاعب مانشستر يونايتد، والذي نحت في المدرب فيرجسون على التعاقد معه لخلافة رحيل نجمهم الشهير الجناح الإنجليزي ديفيد بيكهام نحو ريال مدريد. وكان رونالدو أول لاعب برتغالي في صفوف مانشستر، وفي أول مبارياته مع مانشستر أثبت رونالدو مهارته وكان نجم المباراة، وتوالت نجاحته ومع الوقت لمع نجمه أكثر وأكثر. وكان دائما ما يعلق أصدقائه في الفريق أنه مجتهد جدا في التدريبات واللعب، وأنهم لم يروا لاعبا مثله في حياتهم، فهو أول شخص يصل إلى التمرين وآخر شخص يغادر منها. وعرف كريستيانو في مسيرته الكروية منذ البداية بالكرات الحرة التي يستطيع أن يحصل منها على هدف بكل سهولة. وفي أحد المرات بينما كان يلعب لصالح مانشستر يونايتد، لعب مباراة تنس طاولة مع زميله ليو فردنان وخسر المباراة، الأمر الذي دفع رونالدو بعدها لشراء طاولة للعب التنس في منزله ولكي يتدرب عليها. وبعد أسبوعين لعب مباراة أخرى فاز بها كريستيانو، ولم يخسر بعدها أي مباراة في تنس الطاولة، فرونالدو حينما يريد شيء يسعى لتحقيقه. ودائما ما يحاول لاعب الفريق الخصم إيقاف كريستيانو في الملعب، ولكنه ماهر جدا ويستطيع تخطي الجميع بسرعته الكبيرة، فهو يعتبر من أسرع اللاعبين في العالم، وقد يجري في المباراة الواحدة حوالي 130 كيلومترا. من المدهش معرفة هذه المعلومة، ولكن كريستيانو رونالدو يلعب كرة السلة أيضا، ويمكننا أن نقول أنه يستطيع أن ينافس في كل مجال وله تجارب عديدة في أشياء مختلفة. فقد كسر رونالدو أرقاما قياسية لم يكسرها لاعب كرة السلة في القفز، فمثلا وبفضل الكرات الرأسية سجل كريستيانو 500 هدف خلال مسيرته. وحتى الآن لا يعتمد كريستيانو على مهارته فقط، بل يعتمد أكثر على ذكائه، فهو يعرف كيف يخطف الكرة وما الوقت المناسب لتسديدها أو تمريرها، سواء بقدمه اليمنى أو بقدمه اليسرى. كريستيانو لا يوقفه شيء. يحاول دائما كريستيانو يتحدى نفسه وينفذ حركة صعبة في التمرين، سواء في النادي أو حتى في البيت. وبعد انتقال كريستيانو لريال مدريد أصبح بالفعل لاعبا متميزا وليس إنسانا عاديا، فبعد تخطيه 30 ما زال كريستيانو يحافظ على أدائه في الملعب ولم يقل مستواه.
فمن المعروف أنه مع تقدم عمر اللاعبين يقل أداؤهم كما حدث مع لاعبين محترفين مثل كاكا ورونالدينهو. إلا أن رونالدو ليس كذلك، فما زال أسرع وأمهر لاعب وهو دائما مفتاح الفوز لفريقه، فإن حضوره له تأثير وغيابه أيضا يشكل فارق. حتى بعد انتقاله من ريال مدريد ما زال يحقق نجاحات مع فريقه الإيطالي يوفنتوس. اللاعب كريستيانو رونالدو ببنيته القوية يبلغ طوله 187 سنتيمتر ولديه عضلات غير موجودة عند معظم اللاعبين، فمن المدهش أن نعرف أن سمك فخذه يبلغ 61.7 سنتيمتر. هذا نتيجة التدريبات القوية التي يقوم بها ولا يتوقف عنها أبدا، فكيف يكون له هذا الجسد الرياضي وهو في سن 34 من عمره؟ هل سألتم أنفسكم هذا السؤال من قبل؟ رونالدو يحافظ على صحته جدا، فهو يتابع الأطباء ويفحص نفسه باستمرار ولا يتناول المشروبات الكحولية. بالطبع لم يكن رونالدو يمثل تلك اللياقة البدنية منذ ولادته، فعندما انضم إلى نادي مانشستر يونايتد كان ضعيفا للغاية، حتى أن جسده حين ذلك بالتأكيد لين الإعجابكم. إلا أنه قرر أن يغير من نفسه، وبالعمل والانضباط وصل إلى ما هو عليه الآن، وهذا يعطي درسا في الإرادة لكل من يرغب في تغيير حياته، فليس هناك أي مستحيل. إن رونالدو يقوم بكل شيء في حياته باحترافية شديدة وحتى في نومه، فهو ينام 7 ساعات يوميا ولكن بشكل متفرق، فهو يعتقد أن النوم المتواصل ليس صحيا، ولذلك فهو ينام 5 مرات في اليوم، كل مرة 90 دقيقة، أي أنه ينام حوالي 7.5 ساعات في اليوم الواحد. ولنرى الآن بعض التحديات التي قام بها رونالدو والتي جعلت البعض يطلق عليه اللاعب الخارق. وهنا نرى رونالدو على كرسي الحلاق، وبينما كان يحلق كان يلعب بالكرة، فعل الشيئين في الوقت ذاته، فهو ليس بالأمر السهل إياك أن تفعل هذا عند حلاق بلدتكم. على الرغم من سرعة قدمه ومهارته في كرة القدم، كريستيانو أيضا ماهر في التنس. في هذا التحدي كريستيانو يواجه أفضل لاعب تنس في العالم، وفي مباراة غريبة من نوعها، حيث لعب كريستيانو بقدمه بدون مضرب. هذه الكرة صغيرة جدا، ولكنه يستطيع أن يتحكم فيها بكل سهولة. وهذه المرة يحاول رونالدو تسجيل هدفا في كرة السلة بقدمه، وحتى في هذه المرة نجح في التسجيل. المستحيل هو مجرد كلمة بالنسبة لكريستيانو رونالدو. وفي هذه المرة دخل كريستيانو في تحدي غريب بعض الشيء، وكانت المفاجأة قيام كريستيانو بهذه الحركات، وها هو يتفوق من جديد. دائما يسعى رونالدو لفعل أشياء مختلفة في التمرين، وحتى في التمرينات يلعب ويتحرك بذكاء. محبي كرة القدم يستمتعون بمشاهدة هذه الحركات. كريستيانو رونالدو ما زال ملك الأهداف حتى مع فريقه الجديد يوفنتوس. ما حققه رونالدو في حياته جعل منه أسطورة حقيقية، فهو لاعب لم يأتي مثله أحد ولن يكون بقوته أحد. وعلى الرغم من وجود الكثير من اللاعبين المميزين، إلا أن رونالدو له مكانة خاصة في قلوب محبيه. وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما رأيكم في موضوع اليوم؟ ننتظر آراءكم في قسم التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.